بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الطاقة من خلال الوضعية المقترحة في الكتاب للسنة الثالثة من تعليم متوسط، وبالأخص سننطلق من السؤال الأول الذي ورد في وضعية الانطلاق. يعني لن نحل الوضعية بالكامل، وإنما سننطلق من هذا السؤال: ماذا يقصد بالطاقة البديلة النظيفة المتجددة، وهل توجد مصادر غير متجددة للطاقة؟ بمعنى هنا يجب علينا أن نمر أولا بالطاقة التقليدية، الطاقة الكلاسيكية، قبل الطاقة البديلة. إذن معذرة، فمن هذه الصورة، من خلال هذه الصورة يتبين لنا ما هو المصدر الأساس للطاقة بالنسبة لسكان المعمورة. إذن فهذه الصور تعبر أو تبين لنا تمديدات أنابيب ومصافي البترول. إذن فهذا هو المصدر الأول والمعتمد للطاقة. إذن هنا تكلمنا في العنصر رقم واحد، أو أولا الحديث عن الطاقة الفحمية، أو التي نسميها بالفحوم الهيدروجينية، تتمثل أساسا كما نرى قلت في البترول. بطبيعة الحال لما نقول البترول فللبترول مشتقات، أو البترول لا يستعمل بهذه الصورة وهو بشكل خام، وإنما يتم تكريره لتستخرج منه مختلف المواد الفحمية أو الفحوم الهيدروجينية التي تستعمل لأغراض متعددة، منها البنزين، منها المازوت، منها الزفت، ومنها الزيوت إلى آخره. إذن هذه هي المورد الأساسي للطاقة بالنسبة لسكان المعمورة. المورد الثاني وهو زميل للبترول، ألا وهو الغاز الطبيعي. ما الفرق بينهما؟ كلاهما فحوم هيدروجينية، الفارق فقط في النظافة أو في النقاء. فالغاز الطبيعي أنقى من البترول، لأنه يتم استخراجه من أعماق أكبر من الأعماق التي يوجد عليها البترول، وبالتالي يكون هو أنقى وأصفى منه. إذن إلا أنه يبقى من الفحوم الهيدروجينية. ثم المصدر الثاني وهو المصادر الطاقة غير الفحمية، وهنا نتكلم عن الطاقة النظيفة. إذن فالأولى التي ذكرناها الطاقة الفحمية تعتبر طاقة غير نظيفة، سنرى لماذا. إذن قلنا ثانيا الطاقة غير الفحمية، وتتمثل في كما هو مبين في هذه الصورة في استغلال طاقة الرياح للحصول على الطاقة الكهربائية. إذن لدينا المصدر الأول هو طاقة الرياح. المصدر الثاني في الطاقة غير الفحمية، أو ما نسميها بالطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة، هو طاقة المياه كما نلاحظ في السدود. إذن الثاني قلنا طاقة المياه. ثالثا مصدر آخر من المصادر النظيفة، من المصادر المتجددة، من المصادر غير الفحمية، ألا وهو طاقة الشمس أو الطاقة الشمسية. إذن هذه هي أهم المصادر للطاقة. إذن لدينا مصادر لطاقة، مصادر طاقة فحمية وطاقة غير فحمية. هنا سنجري مقارنة بين هذه المصادر. إذن نظمنا هذه المقارنة في الجدول التالي.
لدينا مصادر فحمية كما مر معنا، تتمثل في الغاز الطبيعي، في مشتقات البترول، وفي الغاز الصخري كذلك، أو حتى الفحم الحجري أو الفحم الخشبي، هذه كلها فحوم هيدروجينية. الآن ما هي مميزات هذه الطاقة؟ فمن مميزاتها أن استعمالها يتطلب احتراقا، وحينما نقول يتطلب احتراقا فهي تسبب إشكالين أو هاجسين للمستعمل. الهاجس الأول أنها غير نظيفة. لماذا؟ أقل ما تنتجه ستنتج ثنائي أكسيد الكربون، وهذا إشكال في حد ذاته. وبما أنها تتطلب احتراقا ستستنزف الأكسجين، إذن فهذا هو الهاجس أو الشغل الشاغل للإنسان. كذلك بما أنها غير ناظفة، كذلك الأمر الآخر أنها غير متجددة. إذن هذين العائقين جعل الإنسان يفكر في إيجاد البديل. إذن قلنا استعمالها يتطلب احتراق، هذا الاحتراق يستهلك أكسجين ويؤدي إلى إنتاج غاز غير مرغوب فيه، على الأقل هو ثنائي أكسيد الكربون. وكذلك أنها ليست متجددة، أي أنها معرضة للنفاد، فهي مخزون محدد في القشرة الأرضية، يأتي اليوم الذي ستنفد فيه. لهذا قلنا جعله يفكر في إيجاد البديل. إذن فاتجه نحو المصادر غير الفحمية، والتي رأينا منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه. ما هي مميزات هذه الطاقات؟ أن استعمالها لا يتطلب احتراقا. إذن فما دامت لا تتطلب احتراق فهي لا تزاحمنا في استهلاك الأكسجين، ولا تنتج لنا غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن فخصائصها الأخرى فهي نظيفة، يعني ما دام لا تنتج ثنائي أكسيد الكربون فهي نظيفة، كما أنها متجددة، وبالتالي فتصلح أن تكون بديلة للطاقة الفحمية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.